ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاحمد الله يا عبد الله أن هداك الله للسنة وضلت أمم، هذه نعمة والله. لو شكرت الله عز وجل صباح مساء ليل نهار ما أديت شكر هذه النعمة، فاحمد الله على هذه النعمة وقابل هذه النعمة بالشكر وتحقيق العبودية لله من الاطراح بين يديه والبكاء له جل وعز وسؤاله وخشيته والرغبة فيما عنده والرجاء إلى غير ذلك، ودعوة الخلق إلى الحق وتقريبه للناس وتحبيبهم إياهم فيه. فوالله إن تعلم هذه العقيدة وتعلم هذه السنة مما يرقق القلوب ويقربها من باريها ويوثق الصلة بين العبد وربه ويقربه منه. وإذا ما عمل عملا يتقرب به إلى الله يتقرب به إليه خشوعا وطمعا ورغبة ورهبة فيما عنده ومما عنده جل وعز.